تسعى المنظمات المتميزة والرائدة لتحسين خدماتها بشكل مستمر. هي تسعى دوما لتحسين منتجاتها والخدمات التي تقوم بتقديمها، وأيضا العمليات الإدارية الداخلية الموجودة في داخلها تسعى لتحسين خططها الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية، تسعى لتحسين أداء موظفيها وعامليها، تسعى لتحسين مدى علاقتها مع المجتمع، تسعى لتحسين الفعاليات والأنشطة التي تمارسها وتقدمها. وذلك تسعى هذه المنظمات دوما لامتلاك أدوات فعالة تساعد بإذن الله سبحانه وتعالى على التحسين. نحن بحاجة إلى أداة تساعدنا على التعرف على أسباب المشكلات التي ممكن أن تواجهنا، وهذه الأداة تكون فعالة في معرفة الأسباب وتحليل الأسباب إلى معرفة السبب الأساسي والجذر اللي أدى لوجود المشكلة، ثم بعد ذلك القيام بعمليات التحسين. استراتيجية عظم السمكة واحدة من الاستراتيجيات الهامة التي ممكن استخدامها على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر أو على مستوى المجتمع أو على مستوى القطاع الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى القطاع التنموي. هذه الأداة تعتبر فعالة مهما كان مستوى تطبيقك لها. هذه الأداة هامة جدا في تحسين العمليات، هي هامة جدا في عمليات العصف الذهني، في التفكير، في عمليات معرفة الأسباب وتحليل المشكلات، هي هامة جدا قبل اتخاذ القرار، أيضا هي هامة لتحليل المنافسين الذي ممكن أن ينافسونه، هي هامة جدا لتحليل الصعاب والتحديات. قد تكون الأداة على مستوى شخصي، أريد أن أختار تخصص وأريد أن أعرف ما هو التخصص الأنسب بالنسبة لي، فقد أقوم بعملية استخدام تحليل عظم السمكة لتحليل التخصص المناسب لي. قد تكون أنا قررت قرار فأريد أن أعرف كيف أستطيع أن أحلل هذا القرار، فقد أستخدم عظم السمكة. أريد أني أنا عندي تحدي موجود في حياتي، مثال على ذلك لدي ضغوط مالية وأريد معرفة ما هي أسباب الضغوط المالية على المستوى الفردي، ممكن أستخدم استراتيجية عظم السمكة. حتى في الدراسة والتعلم قد أستخدمها في عملية تلخيص درس ما لمكونات هذا الدرس ومعرفة ما هي يعني أصول هذا الدرس وما هي الوحدات المتضمنة في هذا الدرس. إذن نحن أمام أداة فعالة، هذه الأداة بإذن الله سبحانه وتعالى ستساعدنا على تحسين أداءنا الفردي أو أداءنا المؤسسي. خلنا نستعرض هذا العرض، وبداية نبغى نتعرف على الهدف الأساسي من هذا العرض. في هدفنا هذا نهدف بإذن الله سبحانه وتعالى توضيح مفهوم استراتيجية عظم السمكة الفيشبون، ومتى تستخدم وكيف تستخدم وأهميتها في عمليات التخطيط وحل المشكلات والتحسين المستمر للأداء والخدمات والمنتجات والمشاريع والبرامج والفعاليات والأنشطة. فهي تدخل معنا في كل مشروع تريد أن تقوم بالتخطيط إليه، ممكن تساعدنا في عمليات التخطيط في مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، ألا وهي مرحلة جمع المعلومات تستخدم بشكل كبير، وأيضا تستخدم في مرحلة الرصد والتحكم لمعرفة ما هي مستوى الأداء الذي نحن نقوم بعملية تنفيذه، وتستخدم في عمليات مطابقة الجودة، فهي أداة أساسية أصيلة من أدوات الجودة. إذن في هذا العرض نحن نهدف بإذن الله سبحانه وتعالى للتعرف على هذه الأداة والتعرف عليها عن قرب أكثر. لماذا نريد هذه الأداة؟ هل تريد التعرف على أداة تساعدك على تحليل المشكلات وتحديد أسبابها؟ هل تريد أداة فعالة تساعد على جمع وتحليل المعلومات وترتيب الأولويات؟ هل تريد امتلاك أداة فعالة للعصف الذهني تفعل كافة الفريق وتجذبهم للتشارك في المعلومات وتشارك في البيانات؟ هل تريد الحصول على أداة فعالة لتحليل المنافسين ومعرفة الفرق الذي يصنع الفرق بينك وبين منافسينك؟ هل تريد الحصول على أداة رئيسية من أدوات الجودة تساعد بإذن الله سبحانه وتعالى على التحسين المستمر؟ إذن كن معنا في هذا العرض للتعرف على هذه الأداة أقرب، لأن نحن أمام أداة ستجاوب بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه الأسئلة الخمسة وستعطينا أكثر من ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. الجميل في هذه الأداة أنها أداة بسيطة ولكنها أداة مركزة، لأنها ركزت بفاعلية على ما يسمى حلقات الجودة. هذه الأداة استراتيجية عظم السمكة يشار لهذا المخطط بعدة أسماء، يسمى مخطط إيشيكاوا نسبة لكوري إيشيكاوا. كوري إيشيكاوا هو واضع هذا المخطط، هو مبتكر هذا المخطط، وتسمى تحليل الأسباب والآثار، وتسمى تحليل السبب والنتيجة، وقد ترد في أكثر من مكان باسم مخطط عظم السمكة، وأحيانا تسمى تحليل السبب الأساس. هذه الأسماء كلها لهذه الأداة هي أداة بسيطة
أول من قام بوضع هذه الأداة هو العالم الياباني كوري إيشيكاوا اللي ولد عام 1915 توفى 1989 ميلادية، من رواد اليابانيين في مجال الجودة. كوري إيشيكاوا يعتبر واحد من الطلاب النجباء لإدوارد ديمينج. هو احتك بإدوارد ديمينج وركز على التعلم عن إدوارد من إدوارد ديمينج عن قرب وبشكل مباشر. يعد إيشيكاوا الأب الحقيقي لما يسمى حلقات الجودة. حلقات الجودة هي عبارة عن مجموعات تطوعية من داخل مؤسسة يجتمعون في نادي لتحسين العمليات المستمرة داخل المنظمة. عدد العاملين المتطوعين اللي يشاركون في عملية التحسين داخل المنظمة في العادة يتراوح من 4 إلى 8 عاملين. تكون مهمتهم التعرف على المشاكل التي تواجهها المنظمة وطرح أفضل الطرق والممارسات والأساليب لعمليات التحسين. أحياناً فرق الجودة، حلقات الجودة قد يتقمصون شخصية عميل. فمثلا لو كنا عندنا مطعم، قد يحاول ان هم يزوروا المطعم ويتعرفوا على ما هي جوانب القوة وجوانب الضعف الموجودة في هذا المكان. قد احيانا في المدرسة قد يتقمصون شخصية الطالب ويتعرفوا على الاسباب التي ادت مثلا الى عدم انجذاب الطلاب نحو طابور الصباح. اذا فرق الجودة في العادة ستقوم بعملية التركيز على نقاط معينة داخل المنظمة وعملية تحسينها. فرق الجودة تستخدم نموذج يسمى نموذج فوكس بي سي دي اي. نموذج فوكس بي سي دي اي سنشرحه ايضا في قناتنا، قناة مهارات النجاح على يوتيوب، ومشروع ايضا على موقع مهارات النجاح، ارجو ان تزوروا الموقع للاطلاع عليه. اثناء عمليات التحسين، فرق التحسين المستمر تحتاج الى أداة فعالة لعملية تحليل المشكلات والاسباب ومعرفة الجذر الاساسي اللي ولد المشكلة. ولذلك دائما فرق التحسين مستمر تحتاج هذه الأداة لعملية تحسين أعمالها. كوري إيشيكاوا هو لأنه متخصص في مجال عمليات التحسين وبشكل مستمر أصدر مجموعة من الأدوات وأصدر كتاب متميز سماه المرشد للسيطرة على الجودة. في هذا الكتاب اقترح مخطط تحليل عظمة السمكة والتي تشبه هيكل عظمي لسمكة معينة. طبعا تعرفون أن اليابانيين هم جزيرة كبيرة حولها البحر من كل مكان، ولذلك كان في الأساس شكلها يشبه شكل الصاروخ، لكن لأنها تشبه أكثر السمكة سميت شكل السمكة، وحيث أنها تمثل العظام والأشواك فيها مسببات محتملة. لو مننا أحد درس الماجستير والدكتوراه فأنت تعرفت أكيد على المتغير التابع والمتغير المستقل أثناء تصميم استبانة البحث العلمي وأثناء عملية البحث العلمي. فهناك دائما مدخلات ومعالجات ومخرجات في أي عملية بحث علمي حسب مدخل النظم، وهناك عندنا دائما عملية علاقة ما بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. إيشيكاوا بذكاء أشار للمتغيرات التابعة والمستقلة بعظام داخل عظمة السمكة. فالأشواك الصغيرة تعني الأسباب للمشكلة، بينما العظمة الكبيرة تعني سبب جذري كبير داخل مجموعة من الأسباب الصغيرة التي أدت لوجوده. تستخدم عظمة السمكة لتتبع شكاوى العملاء. لما يكون العملاء في أحد المنظمات لديهم شكوى معينة من أحد الخدمات تقدم عندهم، وهذه الشكوى تتنافى مع الجودة أو تجعل الجودة تكون في أدنى مستوياتها، فيستخدم عظمة السمكة لتحليل ما هي الأسباب التي أدت لانزعاج العميل وما هي مصادر الشكوى وكيف ممكن نتعرف على الخطأ وكيف ممكن نقوم بعملية تحسينه. هذا الكلام هام جدا إذا ربطنا هذا الحديث مع نموذج إسعاد أو نموذج إبهاج العميل الكانو. في نموذج موديل كانو، وأرجو أن تعودوا له على موقع اليوتيوب فقد شرحته بالكامل، في نموذج كانو ستجدون أن هناك دائما 3 مستويات: عمليات أداء رئيسية وعمليات ثانوية وعمليات جاذبة. المنظمات المتميزة اليوم لا تنتظر أن تقدم فقط الأداء الرئيسي، بل هي تتجاوز ذلك للوصول إلى مستويات الأداء الجاذب. وذلك إخوتي الكرام، كيف نستطيع أن نحقق عملية الجذب وبشكل أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى؟ على هذا الأساس إيشيكاوا تخيل أن أي مشكلة ستواجهنا هي مثلها مثل جبل الجليد. مشكلة أو التحدي اللي سنقابله زي جبل الجليد. أنا أسألكم سؤال، أحد منكم راح الإسكيمو؟ كانت نكتة. في جبل الجليد لما نشاهده سنشاهد فقط 10% ظاهر، بينما نسبة كبيرة من جبل الجليد لا نشاهدها. كذلك المشكلات في حياتنا، عندما نقابل مشكلة أو تحدي تظهر لنا جزء بسيط منها لكن جزء كبير غير ظاهر. هل هذا الأساس أيها الأحبة 10% فقط من جبل الجليد يظهر على السطح
بينما 90% منه يختبي تحت السطح. المشكلات اللي تواجهها والتحديات اللي تواجهها مشاريعنا وبرامجنا وأنشطتنا وفعالياتنا وخدماتنا ومنتجاتنا 10% هي شكوى العميل، 90% هي عمليات من أسفل الجبل لم يشاهدها العميل لكنها هي التي أدت لوجود المشكلة. مثال على ذلك، شخص ما يشتكي أن عنده صداع أو إحمرار في عينيه. هذا الصداع أو الإحمرار في عين هذه أعراض، لكن قد يكون مشكلة عندنا مرض داخلي، التهاب في اللثة، في الأسنان. إذن الصداع ما هو إلا عبارة عن من؟ عن فقط منبه، لكن المرض يجب أن يتم تشخيصه بشكل جيد. ولذلك دائما نقول من الأهم؟ هل الأهم عمليات التشخيص الصحيح أم صرف الدواء؟ بلا شك بأنه صرف الدواء وحده دون تشخيص جيد قد يسبب مشكلة أكبر. فنقول أراد أن يعالج الزكام فأصاب المنظمة بالجذام. وذلك المرشد الجيد أو المستشار المتميز أو محسن العمليات داخل المنظمة يجب أن يكون عنده القدرة على التحليل الجيد لعمليات تمت داخل المنظمة. فلاحظوا في هذا الجبل الجليد 10% عمليات ظاهرة، 90% من عمليات تحت مستوى السطح غير ظاهرة. أحياناً كما تقول يا فرجينا ساتير في عملية الإرشاد النفسي في التعامل مع المشكلات، فرجينا ساتير تقول مع المشكلات إنه الناس يتعاملون مع المشكلات بمستويين. في مستوى أول ما يقابل جبل الجليد ويجد إنه هذا الجبل أصبح أمامه موجود يبدأ يتساءل لماذا يا رب، ليش المشكلة هذه عندي موجودة، ليش لماذا. فكلما سأل سؤال لماذا كلما كأنه أصبح فقط يجترع الأسباب ويبدأ يشعر بالإحباط أكثر. هذا الأسلوب يسمى أسلوب التاريخيين لأنه يبحثون في أسباب وجود المشكلة. كلما بحثنا عن أسباب وجود المشكلة كأننا ندفع جبل جليد من أسفل إلى أعلى، وبالتالي اللي يحصل معنا أنه كل مرة المشكلة تتعاظم في عيني أكثر فأشعر بالإحباط. هذه الحالة لها إيجابيات لها سلبيات. من إيجابياتها معرفة الأسباب، من سلبياتها الشعور بالإحباط. هناك كما تقول فرجينا ساتير نمط آخر، وفرجينا ساتير رائدة من رواد الإرشاد الأسري، تقول هي في طب أسرة، فتقول أنه عندها نمط آخر دائما يتعامل مع المشكلات مع الجبل الجليد بطريقة كيف أتجاوز. لكن لاحظوا أن كيف أتجاوز قد أضغط على جبل الجليد وأعدي أمر، لكن المشكلة تعود مرة أخرى، وبالتالي أنا ما حليت المشكلة، أنا فقط خدرت المشكلة لكنها تتكرر كل مرة في حياتي. هذا أيضا لها إيجابيات، الشعور بالإنجاز أن عديت المشكلة، لكن سلبياتها تكرار المشكلة. على هذا الأساس أخوتي الكرام يجب أن نتعامل مع مشكلاتنا بكل أريحية. احنا عندما نبحر في هذه الحياة سجد أن عندنا أنواع من المشكلات تواجهنا. عندنا مشكلات موجودة بارزة أمامنا مثل الجزيرة نرى منها جزء وهذا جيد ونعرف أن تحتها في صخر. في عندنا مشكلات ظاهرة نوعا ما مثل جبل الجليد، وعندنا مشكلات كاملة تماما نحن نراها مثل صخور الشعب المرجانية موجودة في الأسفل وقد تحطم منظمتنا. احنا نريد في عظم السمكة أن نتعرف على المشكلات وبجذورها بشكل أكثر. هذا تحدي أمامنا. البعض من الإخوة في فرق العمل يكون يتجمل، يعني يحاول أن يظهر منظمة بشكل أفضل، بينما عظمة السمكة تركز بشكل أكثر أحبتي على معرفة الجذور، وذلك نحتاج فيها الشفافية ونحتاج فيها أن نكون صادقين مع أنفسنا بشكل أكثر. يعني يجب أن نتحدث بكل أريحية، وأن يشعر كل مشارك في عظمة السمكة بأنه يتحدث بأريحية ويطلع كل ما عنده. سؤال، متى تستخدم عظمة السمكة؟ عندما تكون هناك مشكلة ذات عناصر عدة ويكون من الضروري التعرف على السبب الجذري للمشكلة بصورة تميزه عن الأعراض. عظمة السمكة ليست لحل المشكلات، عظمة السمكة لتحليل المشكلات، للتعرف على الأسباب الجذرية اللي أدت للمشكلات. على ما أحصل على عرض شامل منطقي للمشكلة، متى جرى تجزئتها بشكل جيد وأصبحت تصويرية أمامي أصبحت أسهل لتعرفها. ألسنا نقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ إذا نحن سيكون عندنا تصور الآن للمشكلة بشكل كامل فنعرف أبعاد هذه المشكلة. عدد الأشخاص ممكن يمارسون معنا في عظمة السمكة كورشة عمل ممكن يكون العدد عندنا يصل إلى 10 أشخاص، من شخصين إلى 10 أشخاص. أكثر من 10 أحيانا نتوه في الحديث فلا يمكن عندنا السيطرة عليها. هل ممكن أعمل أكثر من جروب؟ نعم، ممكن أعمل أكثر من مجموعة لمشغل تدريبي في نفس اللحظة أو مشغل لعظمة السمكة في نفس اللحظة. هناك شيء هام جدا في عظمة السمكة أريد أن أوضحه، أن عظمة السمكة يستخدمها فريق العمل في المشروع في بدايات المشاريع، وهدف أساسي لها اندماج فريق العمل، تجميع المعلومات والتشارك في المعلومات، ولذلك تعتبر هامة جدا معنا عند عمليات بدء التشارك معلومات. ماذا أحتاج؟ أحتاج
إلى صبورة كبيرة للبيضاء للكتابة، كلما كان عندي جدار كبير للكتابة عليه أفضل، فأنا أحتاج صبورة للتدوين. أحتاج أيضا يكون معايا أقلام ملونة كبيرة، أحتاج يكون معايا شريط لاصق لتثبيت الأوراق وطاولات للعصف الذهني. وبعد قليل بإذن الله راح نقوم بعملية التطبيق، وراح أوريكم النماذج التنظيمية اللي استخدمها في ورش العمل معايا لتطبيق عظمة السمكة بشكل تطبيقي بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف الأسلوب؟ أسلوب تطبيق عظمة السمكة يقوم بالشكل التالي. أولا حدد مشكلة ما. في تحديد المشكلة قل مثلا عندي مشكلة عزوف الطلاب عن طابور الصباح، أن الطلاب عندي في المدرسة يعزفون عن طابور الصباح أو يتأخرون عن الوصول لطابور الصباح، فأنا أحدد المشكلة. المشكلة ضعها على شكل مستطيل لتصبح كأنها عبارة عن رأس السمكة. ثم بعد ذلك أخرج من المشكلة خط، هذا الخط الذي خرج الآن هو كأن العمود الفقري لعظمة السمكة، هذا سيكون هو عملية التحليل. بعد ذلك حدد المجالات الأساسية التي تساهم في إحداد التأثير ودونها عن نهاية الخطوط لتصبح هي المجالات الأساسية، نسميها مجالات. في الاستبانة عندنا مجالات وعندنا أيضا عبارات، فتعتبر كأنها الآن مجال أساسي. فلنقل عندي الآن مجال البشر، قلت من أسباب تأخر الطلاب بشر، قد يكون عندي من أسباب تأخر الطلاب السيارة، الزحمة، قد يكون، فأبدأ أحط إيش الأسباب الكبيرة اللي تكون موجودة معايا. اجمع الأسباب الواردة ضمن كل مجال من المجالات الأساسية لتسهم في إحداث التأثير. رقم 4، اسأل دائما سؤال لماذا؟ ما العلاقة بين الأسباب والنتائج؟ ما هو السبب الجذري الأساسي؟ اجمع المعطيات بقيت الحصول على فهم كامل للتأثير ما بين الأسباب والمعطيات. رتب الأسباب حسب أولويتها، وذلك بهدف التحسين لتحقيق أقصى علاقة. عادة الناس يتسألون معي في الدورات ما هي أنواع الأسباب اللي موجودة. إيشيكاوا كان دائما يتهرب من وضع أسباب، لكن إيشيكاوا أشار أنه قد تكون الأسباب، قد تكون المواد، قد تكون الطريقة، قد تكون الآلة، قد تكون الوقت، قد تكون البيئة، قد يكون موظفين، قد يكون أسلوب القياس، قد تكون الطاقة المستخدمة في توليد الأداة. إذن هذه أسباب محتملة، لكن عادة حسب الموضوع، حسب المشكلة أنت تضع المجالات الكبرى. فنقول عندنا مشكلة تربوية، قد يكون السبب عندنا الطالب، قد يكون عندي السبب معلم، قد تكون عندي البيئة الصفية. إذن حدد الأسباب كما أنت تراها، ثم بعد ذلك حدد المجالات، ثم بعد ذلك حدد لكل مجال سبب بسيط مؤثر له. لاحظ في هذا الرسم، حدد أولا في المربع الموجود هنا المجالات الأساسية في المشكلة الموجودة لديك. حدد الخلل الأساسي كأنه رأس المشكلة، ثم حدد بعد ذلك التأثيرات التي أدت لوجود المشكلة وما هي الأسباب المحتملة لوجودها. قم بعملية رسمها. البعض من الإخوة يفاجئني أن يكتبها بشكل نصوص. نحن نريدها نصوص، نحن نريدها على شكل يعني عظمة السمكة، ونريد استخدام عظمة السمكة في عملية النقاش والحوار أثناء عمل فريق العمل. من المهم جدا نقاط أساسية نبغى نأكد عليها في عظمة السمكة. من المهم أن تسأل دوما سؤال لماذا حصل هذا الأمر. نحن نريد نقاش أكثر من الأجالات الأساسية المعتمدة والمتعددة اللي دائما الناس يستخدموها، الأساليب، الإجراءات، القوى العاملة، البشر، الآلات، المواد، البيئة. تستطيع أن تضيف أيضا أدوات احتياج كثيرة. الأسئلة دائما هو سؤال لماذا يحدث هذا الأمر. دائما تذكروا عظمة السمكة تعتبر أداة سرية، اطلاع محدود يجب ألا يراها الآخرين. لماذا؟ لأنها تعري المشكلات الموجودة عندنا داخل المنظمة، وذلك دائما نكتب عليها إنها اطلاع محدود، لا يطلع عليها إلا أصحاب العلاقة. مثال، تخيلوا إن أنا عندي مدرسة وقمت أنا وضعت الآن عظمات السمكة للمدرسة وقمت طلعت كل المشكلات الموجودة في المدرسة، هذا سيؤثر على سمعة المدرسة. عندي مطعم وكتبت المشكلات الموجودة. الأساس أن نقوم باستخدامها في عمليات التحسين، وليست فقط في عمليات إن أنا أتحسس منها وأنشرها للآخرين. ولذلك إخوتي الكرام نحن نحتاج أن نكون هذه العمليات عندنا مكتوبة، ولكن يجب أن نكون فيها شفافية. أنا أذكر كثيرا من الإخوة عندما نمارس عظم السمكة يفاجئني أنه يتكلم فقط على الأشياء الإيجابية لأنه يخاف ولم يتعود أن يتحدث عن السلبيات. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، وذلك نحن نحتاج أن نكتب كل النقاط الموجودة عندنا حتى نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى عملية حصرها. هذا مثال تطبيقي لتحليل أسباب تأخر الطلاب عن طابور الصباح.
لاحظوا تم كتابة تأخر الطلوع عن طابور الصباح في رأس العظمة السمكة، وضعت مجالات البشر، النظام، التجهيزات، البيئة، هذه مجالات أساسية. ثم بعد ذلك وضعت أسباب بسيطة، هذه الأسباب تؤدي لوجود السبب، كأننا نقول أن هناك متغير مستقل أدى لوجود متغير تابع، وبالتالي أثر في وجود المشكلة بشكل كامل، وهذا مهم جدا في بناء استبانات البحث عن المشاكل نفسها. بقي سؤال، احنا الآن رسمنا عظمة السمكة وقمنا بعملية عصف ذهني أثناء عظمة السمكة، ما التحديات ممكن تواجهنا أثناء العصف الذهني؟ البعض من الإخوة أثناء الكتابة لا يريد أن يكتب إلا وجهة نظره فقط، ولا يريد أن يتشارك مع المجموعة، وذلك يجب أن تسمح لفريق العمل أن يقولوا وجهة نظرهم. دون كل ما يصلك حتى لو كنت معترض عليه، أو حتى لو كانت الفكرة أنت تراها أنها غير ذات جدوى، لكنها فكرة تعتبر مهمة لصاحبها وبالتالي يجب تدوينها. ثم بعد ذلك عندنا نموذج نسميه نموذج جدول السبب والنتيجة، سيستخدم جدول السبب والنتيجة لعملية فلترة عظمة السمكة. جدول السبب والنتيجة مكون من الجدول فيه ميم مسلسل، المجال، السبب، الآثار المتوقعة، عدد الأصوات، الأولوية بالنسبة للسبب، الأولوية بالنسبة للمجال. ولاحظوا أن ندون أولا، احضر عظمة السمكة أمامك، دون المجال الأساسي أو الجدر الأساسي في مكان المجال، دون الأسباب واكتبها من عظمة السمكة، أنقلها دونها. ثم بعد ذلك حدد الآثار المتوقعة، ماذا سيترتب على وجود هذه الأسباب. ثم بعد ذلك ضع عظمة السمكة في استبيان، وممكن توزع هذا الاستبيان على العاملين في المنظمة أو العملاء لمعرفة عدد الأصوات، ثم احسب عدد الأصوات واحسب الأولوية بالنسبة للسبب، ثم احسب الأولوية بالنسبة للمجال، رتب الأولوية لمعرفة ما هو السبب الأكثر اللي أثر في وجود المجال، وما هو المجال الأكثر اللي أدى لوجود السبب، وأعمل على عملية التحسين المستمر له. طب السؤال، كيف أستطيع أن أحسب الآن قوة السبب والتأثير؟ لدينا إمكانية لعملية تقييم الوزن، لأن إحنا في علم الإدارة دائما نقول عبارة كل ما ليس له مقياس لا يمكن يقاس، وبالتالي لا يمكن إدارته ولا التحكم في جودته ولا ضبطه بشكل كبير، ولكن نحن نحتاج أن نحول كل العبارات الوصفية إلى عبارات كمية. لذلك عندنا معادلة لتقييم وزن تأثير أهمية كل سبب في عظم السمكة. لحساب وزن كل سبب في عظم السمكة ممكن استخدام معادلة بسيطة، الوزن النسبي لكل سبب يساوي الأهمية في التأثير. درجة تحديد أهمية السبب تقاس من 0 إلى 10، فنقول عندنا هذا السبب أهميته كم من 0 إلى 10، والعميل يقوم بعملية ترتيبه أو فريق العمل أثناء عملية التحسين من خلال جمع المعلومات يصل للسبب كم قيمته. ثم بعد ذلك نحدد التأثير، هل تأثيره إيجابي أم تأثيره سلبي، والتأثير السلبي قد يكون إلى -5، التأثير الإيجابي إلى +5. كلما كان الوزن قريب من +50 كلما كانت القوة كبيرة، كلما كان قريب من -50 كلما كان الجانب ضعيف، وبالتالي يجب أن أعرف هذا المجال كيف أستطيع أن أقوم بعملية حسابه. إذن سنقوم بعملية تصميع عظم السمكة، سننقلها لجدول السبب والنتيجة، ثم بعد ذلك سنقوم بعملية وضعها على شكل استبانة، هذه الاستبانة سيكون عندها نقاش الفريق العمل، ثم بعد ذلك سيكون عملية التصويت، ثم نحسب عبر المعادلة الأهمية في التأثير قيمة النقطة، ثم نقوم بإصدار حكم ما هي النقاط اللي تساعدنا في عملية تصدير أحكامنا. ما رأيكم أن نتجه للتطبيق؟ خلونا نروح ونطبق ونشوف كيف نحن نجريها بشكل عملي أمامكم إن شاء الله. كيف نقوم بعملية تطبيق عظمة السمكة وتحليل جدول السبب والنتيجة؟ سنقوم الآن بعمل تمرين تطبيقي على كيفية رسم عظمة السمكة وكيفية إعداد جدول السبب والنتيجة. أولاً نحن نحتاج إلى الأدوات التالية، نحتاج إلى نموذج عظمة السمكة، ممكن يكون مرسوم على A3، ممكن يكون مرسوم على A0، لكن نحتاج إلى ورقة مرسوم عليها شكل عظمة السمكة من أجل أن نستخدمها في عملية العصف الذهني لفرق العمل أثناء عملية التطبيق. فهذا النموذج رقم 1. هذا النموذج لو تلاحظون مكتوب فيه اسم الفريق، فريق الجودة أو فريق التحسين أو فريق المشروع، أو موجود فيه فريق الذي سيقوم بعملية التحسين، موجود فيه مشروع عملية التحسين، ما المشروع الذي سنقوم بعملية تحسينه، وأيضا فيه رسم عظمة السمكة. طبعا سيساعدنا هذا الشكل على التركيز على عملية التطبيق الفعلي. النموذج الثاني واستخدم بعد الانتهاء من النموذج الأول هو نموذج جدول السبب والنتيجة. هذا النموذج كما تلاحظون مكون من اسم الفريق، الميم مسلسل، المجال، السبب، الآثار المتوقعة، عدد الأصوات، أيضا الأولوية بالنسبة للسبب، الأولوية بالنسبة للمجال. أنا سأقوم الآن بتطبيق أمامكم لممارسة عظمة السمكة وكيف عملية التطبيق فيها. طبعا عادة هي لا تطبق فرديا، ولكن ممكن تطبق فرديا، لكن هي تطبق جماعيا من خلال مجموعة فريق عمل يقوم بعملية التحسين ويساعدنا على التحسين. لاحظوا الآن سأقوم بعملية التصميم، نحتاج عادة يكون معنا أقلام ملونة من أجل يكون عندنا المنظر
منظر أجمل، ممكن أستخدم أقلام رصاص، ممكن أستخدم أقلام عادية في عملية الكتابة. حتى في ورش العمل التطبيقية أول ما يبدأ فريق العمل نقول لهم قوموا بعملية تسجيل اسم فريق العمل. فنقول نحن الآن في مدرسة ونحن نقول عندنا فريق تطوير، فريق تطوير الأنشطة الطلابية. المشروع عندي الآن مشروع تطوير حصة النشاط. فنقول عندنا حصة نشاط الطلاب لا يجدون فيها يعني نوع من المتعة، لا يجدون فيها نوع من البهجة، لا تتناسب مع الاحتياجات الطلاب، يرونها أنها عبء عليهم. ما الأسباب اللي خلت حصة نشاط قد تكون عبء على الطلاب داخل المدرسة؟ لماذا حصة نشاط لا يستخدم فيها التعلم النشاط؟ لماذا حصة نشاط لا تكون ممتعة أكثر؟ بدأت كتبت معي هنا الآن، حطيت في مكان رأس السمكة، وضعت الآن كتبت السبب الأساسي عندي. الموضوع عندي الآن عندي ضعف تفعيل حصة النشاط في التعلم. وقلت عندي الآن قد تكون عندي أسباب، بدأت الآن أن أفند الأسباب اللي ممكن تكون موجودة عندي. قلت قد يكون عندي مجال كبير، لاحظوا الآن بدأت أكتب مجالات. مجال كبير هو مجال عندي الآن الطالب نفسه قد يكون هو مجال. عندي مجال آخر هو مجال، قد يكون عندي الآن مجال رائد النشاط. قد يكون عندي مجال الآن هو مجال البيئة المدرسية. قد يكون عندي مجال الآن اللوائح والأنظمة، قد تكون سبب اللوائح والأنظمة. قد يكون عندي مجال الآن هو مجال تعليمي، مجال التعلم نفسه قد يكون موجود. مجال عندي آخر مجال الفعاليات، تصميم الفعاليات. الآن أنا حطيت عندي مجالات، 6 مجالات كما تلاحظون، هل 6 مجالات كبيرة؟ تحت كل مجال سأبدأ الآن أقوم بعملية تصنيف المجال، ما هي المجالات اللي ممكن أحطها، ما الأسباب اللي ممكن تكون أدت لها. رائد نشاط قد يكون سبب من الأسباب اللي أدت لضعف حصة نشاط كفاءة الرائد. قد يكون عندي واحدة من الأسباب الموجودة عندي اللي هي الآن عندك التخطيط، خطة رائد النشاط. قد يكون واحدة من الأسباب ضعف خبرة رائد النشاط اللي هو يسمى الأخصائي الاجتماعي ببعض الدول. الطالب قد يكون واحدة من الأسباب الموجودة عند الطلاب عندنا ضعف الاهتمام. ممكن يكون عندنا من الطلاب عندنا هنا عندنا يعني عدم القابلية للأنشطة، ما يتقبلش بعض الأنشطة المطلوبة عندنا. قد يكون عندي بالنسبة للوائح عدم وجود دليل إجرائي للنشاط. قد يكون واحدة من الأسباب الموجودة عندي في اللوائح والأنظمة عندنا عدم وضوح الأدلة. طبعا البيئة المدرسية قد يكون واحدة من الأسباب البيئة المدرسية عندنا ضعف الإمكانيات. ونبدأ في عملية الآن كتابة، نكتب كل إجراء. طبعا يكون عندنا عصف ذهني، هذا يقول وجهة نظره. دور المسجل يقوم بتسجيل كل ما يصله من معلومات، ثم يجب أن نراعي كل المجالات. يجب أن نقوم بعملية مراعاتها حتى تتكون عندنا عظمة السمكة تراعي كل جوانب. احذر أن يكون عندك عظمة السمكة عندها هشاشة في العظام، يعني كتبنا كل مجال ومجال نسينا نسوي عليه عصف ذهني. طيب بعد ذلك ماذا سنفعل؟ سنحضر الورقة الثانية اللي هي ورقة الآن جدول السبب والنتيجة، وسنقوم بعملية التحليل. التحليل نفس الشيء، اسم الفريق فريق تطوير الأنشطة، المشروع عندنا تطوير حصة النشاط. وسأبدأ ميم مسلسل المجال الأول، سأكتب عندي الآن المجال الأول اللي هو رائد النشاط، هذا المجال الأول. وسأكتب السبب عندي الآن ضعف خبرة رائد النشاط. طب لو كتبت ضعف خبرة رائد النشاط، يا ترى ما الآثار اللي تتوقعها لما تكون عندنا ضعف في خبرة رائد النشاط؟ فقلت واحدة من الآثار الموجودة عندي، قد يكون عندي السبب من الآثار المتوقعة لضعف خبرة رائد النشاط، عندي ضعف إمكانيات تفعيل الموارد الموجودة عندنا، ضعف في عملية تفعيلها. إذا سأقوم بعملية تحليل عظمة السمكة وتحليل جدول السبب والنتيجة. عادة في دوراتنا التدريبية هذا التطبيق يكون جدا ممتع للإخوة المشاركين، لكن الهدف ليس المتعة، الهدف حقيقة هو القدرة على تحديد ما هو الجذر الأهم اللي أدى لوجود المشكلة، ما هو أكبر سبب أدى لوجود المجال، وما هو المجال الأكبر اللي أدى لوجود المشكلة. إذا استطعنا حسب قاعدة قانون باريتو 20-80، إذا استطعنا أن نعالج 20% من النقاط اللي أدت لوجود المشكلة، 80% بإذن
الله سبحانه وتعالى ستزول. لذلك هذه الطريقة التطبيقية حتى تكون فعالة استخدموها في حياتكم اليومية، استخدموها في مجالاتكم حتى نستطيع أن نطبق بإذن الله سبحانه وتعالى ونستفيد. قبل الختام خلنا نقول لكم شيء مهم ختاما. المؤسسات الرائدة، فرق العمل المتميزة داخلها دوما تبحث لتحسين الخدمات. عظمة السمكة، استراتيجية عظمة السمكة، استراتيجية فعالة كنمط تفكير من أجل عمليات التحسين، وأداة فعالة لمعرفة الجذر الأساسي للمشكلة اللي أدت لأحد التحديات داخل منظمتنا. لا يمكن أن تنتظر حتى تحصل مشكلات، يابد أن تفكر تفكير مستقبلي يسبق توقعات العميل ويسبق المشكلة، ويجب أن يكون عندنا القدرة على التنبؤ. علم الإدارة هو علم التنبؤ، ولذلك يجب أن يكون عندنا القدرة على تحليل منافسينا، تحليل المشاكل المتوقعة والمخاطر. ولذلك ممكن استخدام عظم السمكة في تحليل المنافسين والجهات الأخرى التي ممكن تتداخل معنا في أعمالنا. حتى نحن في دوراتنا التدريبية نحرص على التطبيق العملي لاستراتيجية عظمة السمكة في دورات التخطيط الاستراتيجي، في دورات التخطيط التشغيلي، في دورات مؤشرات الأداء من أجل معرفة الأسباب التي أدت لانخفاض مؤشر الأداء، في دورات الجودة، في دورات التحسين المستمر، في دورات بناء فرق العمل، حل المشكلات واتخاذ القرارات، بناء فرق العمل، والعديد 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 من الدورات. لكن الأهم في كل برنامج ليس فقط التعرف على الأداء، بل تطبيقها فعليا في تحسين الممارسات داخل أعمالنا. كونوا معنا في البرنامج القادم بإذن الله سبحانه وتعالى للتعرف على عظمة السمكة من خلال ورشة عمل تطبيقية. زوروا قناتنا على اليوتيوب للتعرف على نماذج من فعاليات تطبيق عظمة السمكة في ورش عمل تحسينية. زوروا موقعنا على الإنترنت، موقع مهارات نجاح، للتعرف على آليات ومعارف أكثر تساعدنا بإذن الله على تحسين أدائنا. شكرا لكم.